السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة على قناتكم نبيل كستان. في هذه الحلقة بإذن الله سوف أعطيكم توصية مهمة ورائعة جدا 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 بإذن الله. وقبل إكمال هذه الحلقة أرجوكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لكي تتوصلوا دائما بالجديد. دعمونا دعمونا لتحفيزنا لتقديم الأفضل، ففعل أرجوك زر الجرس واشترك في القناة لكي تكون من متابعينا الأوفياء. طيب يعني توصيتنا لهذه الحلقة ستكون حول عملة اللونة أعزائي الكرام. أنا مشتري فيها الآن، اشتريت فيها قبل قليل أظن في سعر 6.18 أو شيء كهذا القبيل. طيب لماذا؟ لأن اليوم أعزائي الكرام سوف تدرج في منصة الباينانس، سوف تتداول على كما سوف نشاهد الآن أعزائي الكرام، سوف تكون متاحة للتداول سواء على اليو اس دي تي سواء على البي يو اس دي، ممكن أن تتداولها في غضون الساعة 6 صباحا بتوقيت المغرب. يعني هنالك الأشخاص الذين يقول لك يعني ما هو توقيت السعودية، ما هو توقيت الإمارات؟ كل ما عليك فعله أخي أختي هو أنك تذهب مثلا اليو تي سي تايم ناو إن مثلا سعودي أرابيا مثلا على سبيل المثال، أنت بلك وسوف يعطيك الساعة المناسبة. فمثلا بتوقيت اليو تي سي هذه الكرام يعني توقيت غرينيتش، يعني السادسة بتوقيت غرينيتش أظن أنها سوف تكون السابعة بتوقيت المغرب، وأنت شوف يعني بلدك يعني غدا إن شاء الله سوف تتاح في التداول. لهذا أنا شريتها من الآن يا إخواني، اشتريتها من الآن، فأكيد إن شاء الله سوف يكون صعود. ها صعود ليس صعود، يعني أنتم تعرفون الباينانس، فأنا مقدر هذه العملة إن شاء الله، عملة اللونة عند الإدراج في باينانس ستفوق بإذن الله، بإذن الله ستفوق 68 دولار. هذه توصية يعني ليوم الاثنين والثلاثاء، اغتنم الفرصة، فأكيد بإذن الله سوف يكون فيها صعودا قوي عند طرحها على منصة الباينانس. لكن المهم جدا، المهم جدا، وفاعل أوردر، فاعل أوردر عزيزي الكرام، عند الشراء فاعل أوردر أنه أوتوماتيكيا تبيع العملة على سعر 67 دولار، فالعملة ممكن أن تحلق فوق 90 دولار. ثق بي، لكن أنا أكتفي بال 67 دولار، فأنا فعلت أوردر لل 67 دولار، وإن شاء الله ستصل عملة اللونة إلى 67 دولار بعد طرحها على منصة الباينانس. والسؤال المطروح أعزائي الكرام، أين أشتري الآن اللونة؟ اللونة الآن أعزائي الكرام متاحة الآن على منصة الكي كوين، ممكن أن تشتريها من هذه المنصة، ممكن أن تشتريها من منصة اليوبي جلوبال، ممكن أن تشتريها من الجيش دوت اي او، ممكن أن تشتريها من الباي بيت، وهي منصة جميلة جدا بصراحة وقمت بشرحها في حلقات سابقة. يعني من هنا ممكن أيضا أن تشتريها من منصة الام اكسي، يعني هذه هما المنصات الآن التي ممكن أن تشتري فيها عملة اللونة. تسجل في المنصة فاعل حسابك واشتري عملة اللونة، وموعدنا غدا إن شاء الله لكي نرى أين سوف تحلق. فأنا اشتريت بصراحة عملة اللونة بمبلغ محترم، وهدفي فيها 60 دولار، حيث ستحلق إن شاء الله 10 أضعاف عند طرحها على منصة الباينانس. لكن فعل الأوردر عزيزي الكرام، ما تقوليش أن والعملة ارتفعت ثم نزلت في وقت معين ولم أربح. أخي أنا أقول لك فعل الأوردر عند الشراء، فعل طلب البيع، وبيع عند 67 دولار أو 68 دولار كما شرحت لك قبل قليل. وإن شاء الله أتمنى يا رب أن تكون هذه الصفقة مربحة إن شاء الله، وهذه التوصية مربحة، وأن أستمر إن شاء الله في تقديم التوصيات المربحة. على فكرة هنالك أيضا عملة اسمها الميتافيرس، سبق لي أن قمت بشرحها، وهي عملة من عملة الميتافيرس، سوف تنتهي اليوم البري آي سي أو أعزائي الكرام، وسوف تدرج إن شاء الله في المنصة يوم الأربعاء. لهذا أيضا استغل الفرصة، ولمن لم يشاهد حلقاتي على ميتافيرس فسوف أترك لكم هنا في الصفحة وأسفل الفيديو روابط الميتافيرس. أعزائي الكرام دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.